مش هو ده حسين ولا طاهر ولا أفشة ولا شريف ولا سلية ولا فتحي ولا حمدي فتحي ولا أكرم ولا معلول ولا لا مش هم دول، ولا أيمن أشرف ولا بقية اللاعبين ولا ياسر إبراهيم، لا مش هم دول خالص. وهم عارفين كده كويس جدا جدا جدا، وبيوعدوا حضراتكم ان اللي جاي افضل ان شاء الله، اللي جاي افضل. هنفضل نتكلم وهقول لحضراتكم، ولكن احنا مش هنقول اللي جاي افضل غير لما نشوف الافضل بالفعل على ارض الملعب. هنشوفه امتى؟ ان شاء الله يوم السبت، او نتمنى ان احنا نشوفه يوم السبت ان شاء الله. كان في قعده زي ما قلت لحضراتكم وانا بتكلم من ساعه او ساعه، من الساعه 8 تقريبا، والقعده لم تكن يعني متفقين عليها. لا، اللاعبين الكبار ودور اللاعبين الكبار في النادي الاهلي، محمد الشناوي، وليد سليمان، علي معلول، ايمن اشرف، بقيه اللاعبين الكبار اللي موجودين، خمس ست لاعبين قعدوا مع بعض، قفلوا الاوضه، محدش عارف ايه اللي حصل جوه الاوضه، ولكن قعدوا النهارده الساعه 8 زي ما قلت لحضراتكم تقريبا لغايه الساعه 9 ولا 9 وشويه، قعدوا مع بعض وقفلوا الباب. الحاجه الوحيده اللي عرفناها من هذا الموضوع ان اتقال كلمتين ما بين كل اللاعبين بينهم وبين بعض وكباتن الفريق ودورهم الكبير في هذا الامر. الجمهور ده ما ينفعش يزعل، الجمهور ده من حقه ان هو يزعل امبارح، لكن ما ينفعش يزعل الفتره اللي جايه. من حقهم ان هم ينتقدونا، من حقهم ان هم يعملوا كل حاجه هم عايزينها، ولكن الفتره اللي جايه ما ينفعش نخسر بطوله، ما ينفعش نخسر بطوله. واتقال من الكابتن محمد الشناوي ومن كابتن وليد ومن كباتن الفريق علي ومعلول وايمن اشرف، اتقال لهم ان مش بالكلام بينهم وبين بعض، مش بالكلام ولكن بالاداء جوه الملعب. المدير الفني يختار من يراه مناسبا ان هو يلعب من وجهه نظره، يعمل التبديلات اللي هو شايفها من وجهه نظره، ولكن اللي يلعب يموت نفسه، يلعب بروح الفانيلا الحمراء. ده مجمل الكلام او مجمل الساعه. والحمد لله يعني هو ده الفارق دايما ما بين النادي الاهلي. خسرنا بطوله، على الرغم ان انت لما تيجي تبص على البطوله هي بطوله شرفيه طبعا وبتحسب في البطولات وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت هي بطوله. نادي الاهلي لما بيلعب مباراه وديه بيبقى مش عايز يخسر هذه المباراه، ما بيبقاش عايز يخسر هذه المباراه. وخد بال حضرتك ان الاهلي هو الاكثر حصولا على هذه البطوله. خسرنا لان احنا كنا وحشين، لان النادي الاهلي لم يكن جيدا في هذه المباراه، ولكن هؤلاء اللاعبين يستحق من كل جمهور النادي الاهلي، من حقك كجمهور ان انت تنتقد، ومن حقك كجمهور وحتى الاعلام من حقه ان هو ينتقد، ولكن من حق هؤلاء اللاعبين ان هم حضراتكم تنتظروا عليهم. عندنا صفقات على اعلى مستوى، عندنا كل ما اراده المدير الفني بيتسو موسيماني، الطلب فلان ميكيسوني جه، ميكيسوني طلب بيرتساو جه، طلب حسام حسن جه، طلب كريم فؤاد جه، طلب عمار يرجع واحمد عبد القادر يرجع، اتفضلوا. وبالتالي كل الامور مهيئه. عشان كده كان الخصم كبير جدا امبارح، او الخصم من اللي هو 300,000 جنيه اللي اقره كابتن محمود الخطيب على كل اللاعبين وعلى كل اعضاء الجهاز الفني بنسب اللي بياخدوها في المرتبات او في نسب معينه يعني. فالحقيقه إدارة الكرة في النادي الأهلي بتقوم بما عليها أن تقوم به خلال هذه الفترة. كابتن سيد عبد الحفيظ بيلم الشمل دلوقتي مرة أخرى، وزي ما قلت لحضراتكم وهرجع أقول لحضراتكم، هذا هو الفارق ما بين النادي الأهلي، إن النادي الأهلي وقع ولكن لعبته قعدوا مع بعض، وكابتن سيد قعد معاهم قعدة طويلة جدا قبلها، وبيتسو موسيماني قعد معاهم قعده طويله جدا برضه، وبكره في قعدات بقى فنيه اكتر وفيديوهات اكتر عشان يشوفوا ايه الاخطاء اللي حصلت وايه اللي هيحصل في المباراه اللي جايه، لان المباراه اللي جايه شبه المباراه اللي فاتت بالظبط. كابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي امبي، واحد من افضل واهم المدربين في مصر في ال20 سنه الاخيره، وبالتالي حافظ النادي الاهلي وبيعرف يلعب النادي الاهلي ازاي.